احنا بعد الخطاب بتاع السيسي 48 ساعة، احنا كنا متيقنين ان ده انقلاب عسكري وانقلاب مكتمل الاركان، فكان من الطبيعي جدا ان احنا ننشئ حركة، ان احنا مجموعة من الشباب، مجموعة من جميع التيارات المختلفة، التيارات الفكرية والايديولوجية، وعملنا حركة شباب ضد الانقلاب. دي كانت بعد الاعتصام مباشرة بحوالي يوم أو يومين. إحنا كمجموعة شباب قعدنا وقررنا إن إحنا نعمل هذه الائتلاف أو الحركة. بالنسبة للمنصة، إحنا يعني الخطاب بتاع المنصة مش هو الخطاب اللي هو يرضينا إحنا كشباب، هو يعني مش خطاب وطني جامع، يعني بيخلينا نرجع لثورة 25 يناير زي الأول. فقلنا ان احنا نعمل منصه، المنصه دي بيبقى فيها روح شباب، بتعبر عن الشباب، ضمنا مجموعه من شباب الالتراس بحيث ان هو يعمل الجو او الروح الشباب اللي هي موجوده، وان احنا نرجع الروح بتاعه ثوره 25 يناير تاني. طيب، يعني